السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مروه من مطبخ مروه. النهارده نعمل فيديو مختلف خالص، ما فيهوش وصفات ولا اي حاجه. هنعمل فيديو اوريكم فيه حبه مشتريات انا اشتريتهم من هنا من اسكندريه، حاجات من رنين وحاجات تانية لزوم الحلويات وكده. هنشوف اول حاجه الحاجات اللي هي من رنين. الاول كان في عرض حلو على الطاسات الجرانيت النهارده، حلوه جدا. اشترينا منها اتنين كده، طبعا دول مش ليا علشان احنا عندنا رنين برضو في مصر. وجوزي يعني لو وريتها له في المجله هيعرف يجيبها لي، بس انا حبيت اوريكم عشان الرنين بتنزل عروض حلوه جدا، وانا شاريه منها كذا حاجه قبل كده، وشاري طقم الحلل بتاع الاستانلس برضو منها. الطاسات دي حلوه جدا عشان احنا جربناها، جبنا واحده لماما وجربناها طلعت جميله جدا، فاختي راحت جابت منها اتنين النهارده لما نزل عليها العرض. هي نازله عليها العرض الواحده ب 99 جنيه، فجبنا اتنين منها. ده من رنين. وكمان جبت من رنين المضرب دوت كنوت، جميل جدا. مضرب اللي بنعمل بيه التورت طبعا بينفع لحاجات كتير، حلو قوي قوي جميل. وانا لسه ما اشتغلتش بيه، بس طبعا كنوت غنية عن التعريف، بس انا جربته يعني وجميل، وناس كتير يعني اعرفها جابته وعجبهم جدا، علشان كده انا كده عشان كده جبت منه. هو مضرب اهو بالعجين، طبعا هو برضو مش يعني مش بيعمل كمية كبيرة، بس هو حلو جدا، فيه 6 سرعات زي ما انتوا شايفين، حلو قوي. بعدين حتى في هتحسيه تقيل عن المضارب العادية اللي هي الصيني وكده. هو برضو انا كان عندي مضرب اللي هو الصيني حلو جدا وشغال، وبصراحة عندي بقاله كذا سنة وحلو جدا، بس جبت دوت احتياطي يعني لو حصل حاجة كده ولا كده فيبقى عندي التاني احتياطي. جيت الحاجات بتاعته، عنده سلاحين طبعا للخفق اللي هو بتاع الكريم شانتيه والبيض وكده، وعنده ديت بتعجن، بس طبعا مش هنعجن كميه كبيره لان هو مش كبير قوي، بتعجن تقريبا نص كيلو دقيق، ممكن بيتزا حاجه تعجنيها فيها لو انت بتعملي كميه قليله. بصوا الحله بتاعته اللي هي العجان بتاعه اللي بنعجن فيه اهو، بصوا العجان بتاعه طبعا ده بيتفك ويتركب. مضرب حلو جدا، هي كنود اساسا حاجتها حلوه جدا وعليه ضمان سنتين كمان. بصوا ادي الحله بتاعته بتتشيل، حلته حلوه جدا، بتشيل انا بخفق فيها 6 بيضات. انا ما جربتوش بس يعني اللي عنده زيها جربت بتاعه بيخفق فيه 6 بيضات، حلو جدا يعني 6 بيضات مع السكر، يعني 6 بيضات للتورتايه، حاجه التورتايه 6 بيضات بيتخفق فيه، بس بعد كده بتضيف الدقيق بقى في طبق لوحده ما بتحطوش معي. بصوا هو بيتركب ازاي، هو بيتركب تركيبه سهل جدا يعني زي اي مضرب عادي، بتركب كده هنا ليه اف، بتركب كده ليه القفله دي، ودي بتقفل عليه من ورا. بصوا ديت الامان بتاعه، بتقفل عليه من ورا كده اهي، جميل جدا. والسلاح طبعا بيتركب هنا، ودي بتلف واحنا شغالين، يعني لو انت عايز تعملي كيكايه تورتيه تضربي مثلا دي تضرب ربع كريم شانتيه ياخدها تمام جدا، حلو جدا، بدل ما تمسكي المضرب وتضربي على ايدك ويتعب لك ايدك. والسلاح طبعا بيتركب هنا، ليه تكه امان كمان من هنا. العجله دي بصوا العجله، عايزه اوريها لكم العجله دي كده اهي، باينه ولا لا، اهي دي العجله، دي برضه ليها تكه امان هنا. العجله دي كمان بتركب فيها، العجله اللي في السلاح هنا الاثنين يعني بيدخلوا مع بعض، واحده ليها وواحده ملهيش، يعني ايد ليها وايد ملهيش، وبرده في السلاح العجن واحده فيها وواحده ما فيهاش العجله دي. ده كان المضرب، كان سعره حلو جدا برده، انا لما لقيت عليه عرض رحت جبته صراحه، كان ب 740 جنيه في العرض. هوريكم بقى الحاجات اللي جبتها من الحلواني علشان نعمل بيها تورت وحلويات ان شاء الله مع بعض على القناه. ودلوقتي حبايبي بقى بنشوف الحاجات اللي انا اشتريتها من هنا من اسكندريه برده من عند محل مستلزمات الحلواني. هنا في محل مستلزمات حلواني بكوس اسمه خليل الحلواني، ده مشهور جدا، جميل قوي قوي قوي. لو انت رايحه بالترام بينزلك الترام قدامي الفتحه بتاعه الشارع على طول، يعني تنزلي من الترام في محطه بكوس هتلاقي اول ما تنزلي الفتحه اللي بتعديها على طول هو الشارع، في نص الشارع تقريبا او قبل نص كمان الشارع بعد كم محل كده هتلاقيه. طبعا محل كبير جدا غني عن التعريف، وهسيب لكم العنوان بالظبط تاخدوه سكرين شوت. جبت منه المنشار ده بتاع الترط، طبعا كنت بقطعها معاكم بالسكينه اللي هي المشرشره ديت الطويله بتاعه الترط، بس ما كانش تطلع الطبقات متساويه، ما كانش زي المنشار. منشار شفته في كذا فيديو للناس يعني عجبني جدا.
فقلت اجيبه. طبعا انا ليه بجيب الحاجات هنا من اسكندريه؟ لان انا ساكنه في القاهره في مدينه بدر، فبعيده جدا عن العتبه، فعلشان اروح مدينه بدر، من مدينه بدر للعتبه اجيب الحاجات من عند مستلزمات الحلواني، لازم اروح انا، وطبعا مش هيعرف اروح لوحدي لان انا اسكندرانيه، فباخد زوجي معايا، فبنسيب الولاد لوحدهم، فما ينفعش خالص اسيب ولادي لان هم صغيرين لوحدهم، وما فيش حد جنبي ينفع يعني اسيب مع الولاد. فلما باجي اسكندريه بجيب كل اللي انا عايزاه، او لما حد بيجي لي اخواتي او ماما او كده بيجيبوا لي برده، لو عايزه اي طلبات بيجيبوها لي من هناك. فانا عشان هنا فجبت طبعا كل اللي انا عايزاه، او معظم الحاجات اللي مش هينفع ان انا يعني انا مش هقدر اروح اجيبها، لكن في حاجات كتير بيجيبها لي زوجي من العتبه عادي خالص، بس بيبقى عارفها يعني، ببقى قايله له مثلا انت رايح هات لي كذا كذا كذا، عارف اللي هو الحاجات اللي يعني مش لازم انا اللي اكون واقفه، حاجات بتتشرى كده عادي. لكن المنشار كان فيه كذا حاجه، فانا طبعا هعرف اني اللي احسن حاجات كتير. فانا جبت المنشار دوت ب70 جنيه، حلو برضو خالص، وطبعا هنشتغل بيه طرق مع بعض ان شاء الله، وهوريكم بيستعمل ازاي. وجبت الاسباتيولات ديت، حلوه برضو جدا في الشغل، انا عندي بس طبعا اتهلكوا، فجبت 2. دي الواحده كانت ب18، من برضو من محل الحلواني. وجبت قاعده التورت الدوارة دي، حلوه جدا، كنت لما باجي ازين تورتايه كانت بتضايقني طبعا، اقعد الف فيها ساعات تتخبط في ايدي مش عارفه ايه كده، لكن دي بتسهل علينا جدا. بصوا القاعده دي بتلف كده، طبعا كلنا عارفينها، حط عليها التورتايه اهي، تحطي التورتايه وانت بقى اللي تتحكمي، عايزه تجيبي التورتايه من ورا من قدام، جميله جدا. برضو عشان اجيبها كان زوجي مش عارفها خالص، بيقول لي انا مش عارفها ومش عارف، احسن اجيب لك حاجه انت مش عايزاها، فعشان هو طبعا ملوش في الحاجات دي خالص. فانا ايه لما جيت هنا بقى جبتها، فيعني لما اصحى وصورت حاجات كده يعني، عشان لما عوزها من هناك هو يبقى عارف شكلها ويجيبها لي. وجبت طبعا الصواني اللي هي زي الحلل دي بتاعه التراب، حلوه جدا برضو. جبت مقاس 18 وجبت مقاس 24. مش لازم على فكره خالص تجيبي المقاسات كلها، لو انت بتشتغلي شغل ليكي لبيتك لا مش لازم خالص تجيبي المقاسات كلها، جيبي حاجات يعني تنفع ليكي تستخدميها وبس، مش لازم تجيبي كل المقاسات. لكن طبعا لو انت بتعملي اوردرات يبقى طبعا لازم تجيبي المقاسات، ومش لازم برضو تجيبي المقاسات كلها، يعني جبتي 18 ممكن تجيبي بعدها 26، مش لازم، عشان لو هتعملي تورته دورين يعني، ديت لو انا هعمل دورين مش هتنفع، بصوا المسافه اللي بين الاثنين قليله جدا، لو انا هعمل دورين كنت هجيب ال 26، بس انا عندي في البيت ال 26 عشان كده ما جبت، ايش بحتاج الحجم دوت، فعشان كده جبته. وكمان ممكن تجيبي يعني ايه، تسيبي 3 نمر كده يعني 18، لا ما تجيبيش ال 20، لا هاتي 22 كده، ما تجيبيش كل الطقم كامل، لا هاتي مثلا 3 منه كفايه قوي يعني. انا كمان هجيب من ديت مقاس 28 وخلاص كده، شكرا قوي، مش هجيب تاني. ديت الاثنين دولت، الواحده نسيت اقول لكم ديت كانت ب 55 جنيه، من عند برضو خليل الحلواني، عنده اي حاجه تتخيليها عن التراب. وديت كانت ب 70، دي ب 70 ودي ب 55، مقاس 18 ب 55، مقاس 20 ب 60، مقاس 22 ب 65، كل ما بتطلعي في المقاس بتزيد 5 جنيه بس. دوت الصاج مش بتاعي بس برضو حبيت اوري لكم، ده بتاع اختي جايباه هنا عشان تشتغل بيه يعني، برضو هي لبيتها يعني تعمل حاجات فيه، جاتو او كده او سويس رول. دوت 30 في 40 جايبينه ب 20 جنيه. ده الصاج المجلفن، حلو جدا 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 في الجاتو والطرط، وحلوه يعني بتاع، ممكن تخبزي فيه كعك، ممكن تخبزي فيه مخبوزات، حلو جدا، حلو قوي صراحه يعني، لان هو عندي في البيت وانا بعمل فيه الجاتو، حلو جدا. وجبت كمان من هناك كل الحاجات دي من عند طبعا خليل الحلواني. جبت كمان قوالب الديس باسيتو، ودي حلوه قوي اهي، قوالب الديس باسيتو ديت، دوت ده بيخش الفرن طبعا زي ما انتم عارفين، دوت برضو عشان قعدت اوصفه لجوزي يجيبه لي من هناك، معرفش ابدا، فجبته عشان بس اوريه له، انا ما جبتش كتير، انا جبت 5 بس عشان اوريه له شكله ايه، عشان بعد كده يبقى يعرف يجيبه لي. دوت ب 4 جنيه الواحد. وجبت ورق الكب كيك ده، دول تقريبا مش عارفه صراحه كام واحده، بس هما ب 5 جنيه، هو انا عندي في البيت بس جبت تاني يعني احتياطي. ودوت كان رول كبير كده، كان طويل كده، كان كتير يعني، كان تقريبا مش عارفه ب 11 جنيه ونص تقريبا، لا ده بس اهو السعر اهو، ده ب 7 جنيه ونص، كان كتير كده، بس ابني الصغير قام بالواجب الحمد لله، وفتح الكيس وبعتره وبهدله خالص، سبته شويه جيت لقيته مبهدل لي الحاجه، بس مش مهم يعني. وديت عصيان اللي هي بتتحط في الكيك بوكس اهي، جميله جدا برضو، دي كنت عماله اوصفها لهم مش عارفينها، فانا جبتها من هنا،
ديت الواحده كده ب 20 جنيه، فيها تقريبا كام واحده مش عارفه صراحه فيها كام واحده، عدها لكم واقول لكم. عصيان دي حبايبي طلعوا تقريبا 24 عصايه، 24 واحده ب 20 جنيه، حلوين جدا برضو. وهنا جبت اللي هي اللي هي بتتحط فيها الكورنيه اللي بنحط فيه الكريم شانتيه، ده الاستعمال مره واحده بس، انا جبت منه عشان انا عندي في القاهره جنبي كمان في واحد اللي بجيب منه علب الترط والحاجات ديت بيبيع، بس مش نفس الخامه دي ابدا، ده ما بلاقوش مخروم. التاني كل ما امسك كيس احط فيه كريم شانتيه او شوكولاته او حاجه الاقيه طلع من الجنيب، ده جميل جدا، نوعيته حلوه جدا، انا جبت المره اللي فاتت جربت منه حلو قوي. الواحد بس ب 75 قرش، انا جبت منه يعني كميه. وهنا بقى بس دوت اتقطع مني وانا بطلعه، دوت موس شوكولاته حلو برضو قوي، انا جربته قبل كده في الترت والحاجات، حلو قوي. موس الشوكولاته دوت الكيلو منه ب 70 جنيه، انا جبت نص بس. وهنا برضو جبت كريمه لباني، كريمه اللباني الباودر دي جميله بتنكه الترت والحاجات، اه حتى السعر بتاعها جايبه نص ب 40 جنيه الكيلو ب 80، حلو قوي. وجبت كمان بص حبايبي هتلاقي المقطع دوت اتمسح من الفيديو، فانا عدت تصويره تاني لما جيت هنا، لما جيت اجمع الفيديو ما لقيتش المقطع ده، الولاد مسحوه، هتلاقوا دوت في الفيديو بس مش هتلاقوني متكلمه عنه. دوت سوق الموس فراوله، جايبه منه كيلو موس الفراوله، ده حلو جدا بتزيين التورت والجاتو والحاجات دي، حلو قوي قوي، حشوه بجد بتبقى طعمها حلو جدا. دوت الكيلو بتاعه ب 60 جنيه، انا جبت منه كيلو. وجبت ورق فرانسيير دوت، يعني اشكال كتيره طبعا، اشكال قلوب، جبت شكل تويتي كده ممكن نعمل تورته الغنوطه، اشكال حلوه يعني اي اشكال انت بتحبيها. الورقه الواحده من ديت ب 4 جنيه في ميمو، انا جبت يعني الاشكال اللي لقيتها كده. وعندي هنا اشكال طبعا من الاول. وجبت سبرينكل كده، ما لقيتش، انا بحب اجيب كل لون لوحده بس ما لقيتش هناك الا الالوان كلها على بعضها يعني كده ميكس، فجبت تمن بس ما جبتش كتير، هو الكيلو بتاعه ب 50 جنيه. كل دوت من عند خليل الحلواني طبعا. وجبت محسن الجل اللي هو بتاع الترط، انا جايبه كيلو بس عبيته ببرطمانات، الكيلو ب 40 جنيه. بصوا المحسن بتاعه جميل وشفاف اهو، جميل جدا، هو حاجته حلوه جدا. وجبت كمان حبايبي البسكوت ده، البسكوت ده حلو جدا، الولاد بتحبه قوي، بس صراحة انا مش عارفه هو بكام، الفاتوره بدور عليها مش لاقيها. ممكن نعمل بيه تشيز كيك مع بعض اهو، شكله ممكن نعمل بيه، ممكن بنجيبه كده ناكله جنب الشاي عادي يعني، مش لازم تشيز كيك. وهنا جبت بقى كريسب كده، ودلوقتي حبايبي اوريكم الكريسب بقى. جبت كريسب موف زي كده، الكريسب كده اخضر، حطيت كام واحده كحلي كده فيه، وده الزيتي برضو لما لقيت الكحلي لونه عاجبني حطيت فيه برضو كام واحده كحلي، عشان طبعا عارفين الالوانات دي مش كل حاجه ينفع نستخدمها فيها، فانا جبت من كل الالوانات يعني عشان لما اعوز لون الاقي عندي. انا عندي كمان في البيت الوانات كتير جدا، بس كل ما بلاقي لون طلع حلو يعني شكله حلو بجيبه. وجبت ده الفضي، وده النحاسي، والاخضر، الاخضر ده جايبه منه اتنين لما لقيته حلو جبت منه كمان. يعني جايب وعندي في البيت يمكن قدهم الوانات بس من غيرهم الوانات مختلفه تاني. الكريسب ده، الكريسب دوت الكيلو بتاعه ب 60 جنيه، الكيلو بتاع الكريسب ده عند خليل الحلواني ب 60 جنيه. وطبعا في كريسب اللي هو ده مالتيزر، ممكن تقولي عليه كريسب يعني، في ناس بتقول عليه كريسب وفي ناس بتقول عليه مالتيزر. المالتيزر دوت الكيلو ب 60، في برده الكريسب اللي هو البني او الابيض اللي زي الشوكولاته شبهه بالظبط كده، برده الكيلو ب 60 جنيه. جبت الصوصات، ده صوص شوكولاته مش غالي ولا حاجه خالص، جميل جدا، نحط منه الايس كريم او نحطه في حشوات الترط برده حلو قوي، ده ب 9 جنيه ونص. ودوت صوص الباربيكيو برده ب 12 جنيه. هنا برضو قمع اللي بنعمل بيها اشكال، ده قمع بيعمل شكل الوردة، جميل جدا القمع ده، عملت بيه معاكم قبل كده على القناة ترط فيها نفس الشكل ده، دوت ب 15 جنيه. والقمع دوت برضو بتاع الوردة البلدي المموج برضو ب 15 جنيه. والقمع ده بتاع البسكوت او بنعمل بيه ثبت الورد للترط، ده برضو ب 15 تقريبا، ب 15 جنيه. ودوت القمع بتاع الورد البلدي الكبير دوت ب 20.
والقمع دوت بنعمل بيه بيتشيفور او برضو روزيتات على الترط او كده، ده ب15 برضو. والقمع ده بتاع الوردة البلدي الصغير ده ب15، كبير ب20 والصغير ب15. والقمع ده بنعمل بيه وردة حلوة او شكلها حلو ان شاء الله هنشوفها مع بعض، ده ب25، ده اغلى واحد فيهم عشان مفيش شغل بيتهيألي. وده نفس اللي انا جبته، بس انا جبت بالبلتين يعني عشان لما اكون عايزة الاتنين لونين يعني، نفس ب15 برضو اللي بنعمل بيه بيتش فور او كده. وجبت بقى الوانين، والخرز دوت انا جبت منه علبه واحده واستعملت منها هنا لما عملت معاكم تورته العروسه. ديت العلبه ب5 جنيه، انا عندي في البيت برضو منها الوان كتير بس انا ما لقيتش منها الا الفضي فما جبتش. هنا بقى الالوان برضو طبعا عندي في البيت الوان كتير جدا، فهنا ما جبتش الا الالوان يعني اللي ايه قربت تخلص عندي، هي عندي برضو بس دي قربت تخلص. الاحمر النوع دوت انا ما بحبوش قوي بس ما لقيتش اللي منه. بجد ماجيك انضف نوع الوان ممكن تستعمليه، الوان الجل طبعا الوان دي صحيه جميله جدا. دي العلبه ب10 جنيه، انا جبت منهم هي دي سعر دي ب10 دي ب10 بس انا عشان ما لقيتش الاحمر ده بيبقى تقيل قوي وبيبقى ساعات بحسه بيلطش كده في الكريم شانتيه، مش زي ده حلو جدا. ده جبت منه اللون الروز ودوت الاحمر، وجبت كمان اللون الاورنج واللون الاصفر. كل الالوان دي عندي بس قربت تخلص فجبت منها تاني. انا عندي برضو الالوان دي بتتباع بس برضو ما بلاقيش الالوان اللي انا عايزاها في المحل اللي بشتري منه. انتوا عارفين بدر برضو لسه ايه مدينه جديده، ما لقيتش برضو منها ايه كل ما بلاقيش منها كل الالوان اللي انا عايزاها. وكمان عندي ب13 جنيه الواحده، لكن ده طبعا علشان مستلزمات حلويني فبيبيعها ب10. وجبت كمان الكورنيه دوت، الكورنيه دوت قماش ومن جوه عايزه اوريه لكم من جوه كده، كان في واحد انا فاتحاه، ده قماش ومن جوه يعني من بره قماش ومن جوه بلاستيك زي الكيس كده، حلو جدا انا جربته قبل كده استعماله حلو خالص. بصوا من جوه زي الكيس كده حلو قوي بجد جميل. الواحد ب6 جنيه، لو ست بيت بتشتغل بيه ممكن تعملي بيه بلح الشام، تعملي بيه زيني بيه تورت اي حاجه، جميل جدا على فكره حلو قوي مش وحش يعني. وجبت برضو الكورنيه دوت انا كنت جايبه منه قبل كده، ده البلح الشام ده متين حلو قوي يعني يستحمل معاكي عشان البلح الشام زي ما احنا عارفين تبقى جامده شويه، ده حلو قوي قوي ليها. دول اتنين مع بعض ب10 جنيه، انا كنت جايبه منه قبل كده لما جيت فعجبني فجبت منه تاني. دول اتنين لازقين في بعض احنا بنفكهم كده اهو، جمال جميل قوي قوي قوي. الكورنيه ده حلو قوي بجد في بلح الشام جميل جميل. ده الاثنين كده مع بعض ب10 جنيه. وجبت كريز برضو من عنده كده احمر على اخضر، طبعا عشان انا بعمل هنا حاجات حلوه يعني بناكلها هنا عند ماما، فجبت طمن كده ب10 جنيه احمر على اخضر يعني مش دوت مش هاخده معايا ولا حاجه مش للبيت. وجبت برضو علشان بحب الشوكولاته اللي بالحليب دي، ليه انا ما جبتش كريز ولا شوكولاته ولا الحاجات ديت اللي هي ما عندناش اللي هي يعني مش هاخدها معايا، لان الحاجات دي متوفره عندي جدا في بدر عادي وكمان جميله جدا واسعارها برضو حلوه، فحلوه قوي الحاجات ديت عندي يعني بجيبها متوفره جدا. والكريم شانتيه عندي متوفر جدا، لكن ما فيش موس ما فيش الصواني ما فيش سباتيولات ما فيش اواعي الترط ما فيش طرق القعده الدواره ما فيش كريسب الوان، في كريسب ابيض وبني بس، مفيش كورنيهات مفيش الاقماع مفيش حاجات كتير. حتى الصوصات ديت طبعا كل ما اوصف لجوزي يجيب لي مثلا من خير زمان ولا من اي هايبر اي سوبر ماركت جنبنا كده يقعد يقول لي انا مش عارفها انا ما بعرفش الحاجات ديت، فانا جبتها بس عشان اوريها له وخلاص كده، بعد كده هيجيبها لي من عندي لان طبعا متوفر عندنا خير زمان وخير عمر وعندنا قرطاس كل الحاجات دي عندنا في بدر فهيجيب لي منها عادي جدا. طبعا انا نزولي قليل جدا بالنسبه عشان احنا كمان في الكورونا دي حاجه، والحاجه الثانيه لان انا ما ينفعش اسيب الولاد ابدا لوحدهم لان هم صغيرين، عشان كده ما بنزلش خالص هو اللي بيجيب لي كل حاجاتي. طبعا كان نفسي اعمل لكم ريفيو في المحل واصور لكم المحل بجد جميل جدا، بس ما ينفعش ليه لان احنا في الكورونا كنت صراحه بجيب الحاجه وانا مستعجله جدا، حتى الحاجات ساعات كنت اقول له عايزه نص وانا عايزه اجي له وارجع اقول له عايزه نص تاني، ف يعني كنت بقى مستعجله عايزه انجز والنازله ولابسه الكمامه وانتوا عارفين الكمامه بتخنق ازاي والجلافز وكده، فكنت بقى مستعجله جدا وخايفه. طبعا ربنا يعافينا يا رب ويرفع الوباء والبلاء ده عن البلد كلها وعن بلاد العالم يا رب. فعشان كده حتى ما ينفعش اصور لكم ريفيو، بس ان شاء الله انا باجي على طول طبعا عند ماما، وكل لما باجي بروح عند خليل الحلواني واما اروح اعمل لكم ريفيو عن المكان جميل جدا جدا، وان شاء الله باذن الله
الماما جات لي اروح العتبه بقى واعمل لكم ريفيو برضو في العتبه عشان اسيب معاها الولاد وادبسها. فجبت برضو هنا ربع كده شوكولاته، هم مقسمها كده كل تقريبا توم كل 125 جرام لوحدهم، ده 195 جرام، انا جبت 2 منها. دي شوكولاته بالحليب حلوه قوي، انا بحب طعمها. ودوت عسل جلوكوز برضو عندنا، بس انا جايباه هنا علشان هعمل بسبوسه وحاجات كده عند ماما. طبعا انا عملت لكم البسبوسه كذا مره في الفيديوهات، فطبعا الحاجات اللي انا عملتها فمش هصورها. هنا ده ب9 جنيه، انا بجيبه من عندنا ب12 جنيه وهنا عند ماما في المحلات العاديه ب12 جنيه، عند خليل الحلواني ب9 جنيه. فيعني هنا طبعا في وفر كبير عند خليل الحلواني. ودي كانت كل الحاجات اللي انا اشتريتها من عند خليل الحلواني، بجد محل حلو جدا جدا جدا، وفي كل تتخيليه عن الترط والحلويات، يعني عايزه اي في عجينه سكر، في حاجات كتير جدا. طبعا انا جبت الحاجات اللي ينفع اشيلها عشان كمان ما تبقاش تقيله، ان معايا هدوم وكده، دي حاجه. والحاجه الثانيه الحاجات اللي ينفع اجيبها من هناك وهعرف اخلي زوجي يجيبها، ما جبتهاش خالص عشان طبعا الشيل وكده. جبت الحاجات اللي لازم انا اروح عشان اجيبها وانا مش هينفع اروح. دوت العنوان بتاع خليل، هم الفرع بقى اسم المحل بتاع خليل عشان لو عايزين تاخدوا سكرين شوت ولا كده اهو. دوت فيه كمان خدمة توصيل للمنازل زي ما انتم شايفين برقم التليفون، يعني لو حد عايز يشتري منه اي حاجة يجيبها له لغاية البيت عادي جدا. هو العنوان بتاعه 178 شارع القومية العربية بكوس الاسكندرية، ودي التليفونات بتاعته، انا بتصل بيه على فكرة قبل ما اروح واشوف عنده الحاجة اللي انا عايزاها ولا لا عشان ما اروحش على الفاضي، عشان طبعا احنا في سيدي بشر وهو في بكوس، فهي المسافة مش بعيدة، بس انا يعني برضو مش بحب انزل كتير، فلو ما فيش بالذات في الايام اللي احنا فيها دي فما ينفعش اروح، احسن احسن مني ما اروحش. ده العنوان بتاعه لو انتوا عايزين تاخدوا سكرين شوت. وهوريه لكم على الكيسة عشان تقلي على الكيسة اوضح شوية. ابدا هو هو على الكيسة اهو، ايوه هي تليفوناته اللي عايز اي حاجه للتوصيل يعني المنازل. جميل جدا بجد، محل حلو قوي قوي قوي، زي طبعا احنا عندنا في العتبه زيه يمكن كمان اكبر واحسن، بس المشوار هو دوت اللي بيخليني ما اروحش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا يعني حاجه، واللي ما كان عايز يشتري حاجات ومش عارف يروح يشتريها منين وكده فيشتريها من هنا. جميله جدا اسكندريه صراحه، احلى حاجه فيها مواصلاتها قريبه، تحس ان كل حاجه جنب بعض. كده فيعني يعني هنا عندنا عند ماما كارفور ورنين وبيتك وابراج وكل الحاجات دي كلها وفتح الله كلهم جنب بعض جنب ماما ماشي، ما بركبش اي حاجه. فجميل بجد، يعني الواحد عايز يرجع يعيش في اسكندريه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.